أنا صحفي أمبالي يسرق سريف في الجزائر ويسربون حوايج ولا يسرب لك معلومات ولا كل مصدر يسرب لك معلومة عنده هدف من وراء وهذه قاعدة عند أي صحفي يعني مصدر يسرب لك معلومة عنده هدف قادر يكون الهدف تاعو خدمة الوطن قادر خدمة جناح على جناح خدمة مصلحة وما شابه ما التسريب اللي نتكلموا عليه اليوم أنا تواصلت مع أكثر من واحد 15 ولا 17 صديق اللي مارسوا نفس المهنة وكلهم وصلهم التسريب في وقت واحد ومن دي كونت فيسبوك مختلفين. انا وصلني التسجيل عندي لي بروبليم وصلني التسجيل وكذا وصلني من كونت كي دخلت للكونت نحوس عليه لقيت بلي الكونت هذا تم انشاؤه حوالي 15 دقيقه قبل الارسال وتم حذفه بعد الارسال لو كونت انيكسيستو با معايا. انا التسجيل حاولت نسمعه مرات لان الضربه الاولى قالوا لي بلي التسجيل هذا يقولوا فيه استعمال بلطاجيه والعنف والكلاش وكذا. انا عاودت سمعت هذا التسجيل انا ما سمعتش كلمه بلطاجيه وما سمعتش كلمه عرايه والجزائر ما فيهاش العرايه والعرايه لم يحضروا عليهم ما كاش وانا واحد من الناس متاكد ومتيقن بلي ما كاش عرايه ابر الناس اللي راهي تحكم هما العرايه ما كان عرايه ما كان بلطاجيه هذه محاوله تخويف. انا سمعت سلال يقول مع حداد راني هضرت مع عمارة بن يونس اللي كان خايف يروح للشلف وقلت له علاه راك خايف ولازم تعرف تهدر وما لازمش تخاف وما تغلطش تسب الناس وحنا رانا دولة وعدنا ربي. هاو الكلام اللي قالوا سلال وما بعدش يقولوا ومن واش تخاف يغلقوا عليك الطريق يا اخي عدنا الناس وعدنا الناس اللي تعسنا وعدنا اللي كلاش الناس اللي تعسنا على الحارس وعدنا لي كلاش وعدنا كذا من واش تخاف واذا تيراو علينا ها عدنا لي كلاش نتيريو عليهم. هاو الكلام بالضبط ما فهمتش راهو استعمال كلمه البلطاجه والعرايه على حابين يوسخوا الحكايه. كاينه كلمه ثانيه تاع الجدرميه يقول له راهم خرجوا لوطورود يعني التسجيل هذا تم في نفس النهار اللي خرجوا فيه طلبه الجامعه وخرجوا لوطورود في منطقه سعيد حمدين. يقول له الجدرمية وما خافش عليهم والجدرمية ما معاهمش اللاعب وعفسها هكذاك معايا الحديث هذا الناس حاولت تستعمله لتخويف الشعب الجزائري. الشعب الجزائري المظاهرة تاعو كاع راهي سلمية وما كان حتى واحد يتزعمها وما كان حتى واحد يقودها وكل واحد يهبط للمظاهرة يهبط بنفسه وبالكارد ايدنتيتي تاعو لا كاين توجه سياسي لا كاين توجه حزبي لا والو. شعب خرج كره ما طالبوا وحده لا للعهده الخامسه بصح باه تجي تخوفني وتجي تدخل النميمه بيناتنا وكاين العرايه والعرايه حيطيروا عليك وحيضربوك. ما كاش العرايه هما العرايه واذا كش ما صرع في اي مظاهره من مسؤوليه الشرطه والمؤسسات الامنيه تامين المظاهرات يا اخي. هما دوله ويقولوا هما دوله تامين المظاهرات مسؤوليتهم. اذا عندهم حاجة اللي قادرة تضرب سلامة النظام العام والأمن العام والمتظاهرين هما اللي مجبرين يحموا الناس هما اللي مجبرين يدافعوا عن الناس وهما اللي مجبرين على تأمين المظاهرات. المظاهرات هذه عندها مطلب واحد لا للعهدة الخامسة هذا هو المطلب وما رأيت حتى واحد وما رأيت حتى جناح وما رأيت حتى سياسي وما رأيت حتى صحفي وما رأيت حتى ناشط. هذه رزق الشعب ماشية الهدف واحد بس عباها تخوف فيا وتجي تتمسخر بيا وتقول لي كاينه بلطاجيه وين العرايه يخرجوا؟ يخرجوا من القصبه كاع وليدات الفاميليا منين يخرجوا؟ من كلمات فرونس. مازال تكذب عليا وتقول لي كاين العرايه في القصبه وكلمات فرونس وباب الواد وكذا ما كانش لي يخرج وهذو كاع نعرفهم وكاع صحابي. جاي تكذب عليا وراهم راحوا لفلان وحيهبطوا فلان مش يهبطوا فلان لا رزق بو يهمو كاش عرايا لا كاين عرايه في البلاد هذه. الناس اللي هما يسموهم عرايه وطنيين ويحبوا بلادهم. ما شفنا واحد كسر خرجنا بالفاندو خرجوا بالناس بالحد خرجت بالثلاث على تكذب عليا وقتاش شفنا كسروا بلاكه تكسرت يا عجبة ربي مليونيات اندارت في العاصمه تكسرت بلاكه واحده واللي كسر البلاكه ضربوا الشعب. في المظاهرات كنا نمشي مع خياتنا ومع امالينا ومع يماتنا كانوا عجايز قدامنا كانوا دراري صغار كانوا دي جون في مظاهرات اللي ما عندها لا تيار لا لون لا راهي لا اسلامويه لا علمانيه لا تاع تيار اليسار لا تيار اليمين تاع شعب جزائري مختلف
فئاته مختلف اطيافه. شفنا انا في المظاهرات تلاقيت مع ام امين تاع المفقودين، تلاقيت بناس من جبعه، تلاقيت بناس من امدياس، تلاقيت ناس من التيار العلماني. هذه مظاهرتنا شعب الجزائري كاع سلمي، واحد ما راح يروح يخرب حتى حاجه لانه يكفي وسرقته وسرقته يكفي. البوطو اللي يتكسر خساره. كاع المظاهرات كاع تمت سلميه، انا اديت مهامي، كنت نغطي في المظاهرات، الصور عندي اكثر من 4 ولا 5 سوايع تاع مظاهرات، ما شفنا واحد كسر، ما شفنا واحد سب. يا رب كنا نقابلوا البوليسيه بالبوس والنوار، بالبوس والنوار تكذب عليا تقول لي كاين بلطجيه حتى هبط. مازالك جايحو، ما كان والو. كاين شعب هابط يتظاهر عنده مطلب، كاينه مؤسسات امنيه بلا بها وبلا مزيتها تأمن المظاهرات، لا انا خلصت 400 البوليس، ولا خلصت 100 جندارمي، ولا خلصت 100 تاع مخابرات، لا هذوك خاصين، ما تقدرش تأمني بلا مك تأمني بلا مزيتك. مسؤولية على من تقع على مدير الشرطة، تقع على مدير الدرك الوطني، تقع على مدير المخابرات، بكل واجبهم وبلا مزيتهم. وما مشيت مزاو في الشعب انه يأمنوا التظاهرات. الشعب الجزائري علمكم بلي كاينه مظاهره في الجمعه، تأمنها. لا كان علايا، لا كان كذا، علاش تكذب على الناس؟ ما كفاش الناس ديتوها للعباس، الناس هزيتوها وديتوها للعباس وخسرتوا لها حياتها وكذا، وزيد اليوم حاب تزيد تخدم فيهم وتسميهم العرايا. ما كان حتى عريان حيخرج، ما كان حتى عريان. وانا ان شاء الله في المظاهرات نوريلك كلمه فرونس اللي تدخل فيها العرايا، نوريك القصبه، نوريك باب الواد، نوريك الحراش، وغدوه ندير لك لاتوني ونوريك العباد اللي راكم تقولوا عليا حيستعملوهم. ما عندناش العرايا في الجزائر، عندنا ناس وطنيين هدفهم خدمه البلاد، تعبوا عياو بلا بريكول. ما تكذبش على الناس. انا المكالمه هذه ما لقيت فيها لا كلمه بلطاجها، لا لقيت فيها كلمه عليا وحاب تكذب عليا، لا ما تخوف الناس تهبط. كاش مظاهرات حق الناس الظاهر، ومن واجب السلطه تامنها. والساعه هذه عبد العزيز بوتفليقه تاعكم هو اللي مازال رئيس، وبلا مزيته يامن التظاهرات، بلا مزيته هو مسؤول عليها، هو مسؤول عليها. والحمد لله مظاهرات تاعنا جازت. يا قسما بالله غير انتم ظلوا تزوخوا بفرنسا، يا الكلاب ظلوا تزوخوا بفرنسا. فرنسا دارت مظاهرات تاع فرنسا، راهم يزوخوا بينا في فرنسا. كاش لا تكسر، لكن تمسخر بيا. انت نسائي نشوف معانا في المظاهرات، لا كان واحد هضر معاه، لا كان واحد تبلاها. مشاو معانا خاوتنا، مشاو معانا عجايب، مشاو معانا شيوخه. انت يقسمك وينشد الماء، ما كنا نشربوه نحطوه في الارض ويجي خوك يرفد. البوليسي معانا، جرامي معانا، ما عندنا حتى مشكل مع بعضنا. هذه بلادنا، هذه حركه عاديه للمطالبه، لا راهي حتى واحد، لا سياسي لا ناشط لا صحفي لا بريكول لا ورد على الشعب. ورانا عاطين الشعب نتعلموا منه. الشعب ولا يدير ما حتى واحد وما رزق حتى واحد. الشعب ولا يدير وعنده مطلب واحد، خلاص الحكايه. اللي حاب يامن يامن التظاهرات. لا كان علي ما تكذبش في الجي راه يقول لك عندنا الملاح وعلى رقبتي، نجيبهم لك كاع نصورهم لك. كاش ما عندنا لا علي حتدخل تكسر، ما رانا ماصر، ما عندنا هذه معركة الجمال والبريكول تاعكم يا جايحين. مازال كنت عندكم النظام المصري، ما شفتوش النظام المصري وصرالو، ما شفتوش بلي ولادو كانوا في الحبس. راكم حابين تروحوا للحراشوة، توحشتوا الحراشوة، حبيتوا تروحوا تسيروا الحراش. كاش احنا ما عندناش العراية، ما عندنا بلطاجة، احنا شعب واحد خاوة. ما كانش اللي يكسر وما كانش اللي يتضارب، وما عندنا عراية راهي خارجة، وما عندنا والو، ما عندنا والو. احنا كاع خاوة. كي شوف كي اللي راهو ضد الخامسه، كي اللي مع الخامسه، كي الجيش، كي الشرطه، كي الشعب، كاع خاوه. ماهيش حتدخل الفتنه بيناتنا، ماهيش حتدخل الفتنه. التسجيل الصوتي انا نشرته وفرغته وكتبته وحطيته ونتحمل مسؤوليته. وبالك في الجزائر من الناس اللي نشرت، كنت انا الاول اللي نشره، ومداخل الجزائر وحطيته ونحطه وما في حتى هضره وما تكذبش عليا. انتم بينتوا بلي راكم خايفين، وبينتوا بلي انتم تعمروا لي صال تاعكم باسي نتاع الزوي. هذا واش كان يقول سلال، هذا واش كان يقول سلال. عندنا 100 زاويه نجيبوهم نعمرو بيهم. الناس اللي راهي ضدكم ماهيش تحتاج كاع تعبر بالطريقه هذه. الناس اللي راهي ضدكم راهي في الشارع، الحمد لله تقول لي شوف مسيره، قسما برب العزه والجلال، غير مسيره تقول لي تدي الذراري يحوسوا فيها
والجماعة ان شاء الله نهبط القعقاع يحوس في المسير هاي شوف يتعلم كذا مسخربيه بلطاجيه وصلتوا لهذا النيفو يا جاي حيلو كاش بلطاجيه ما كاش بلطاجيه لا كاين بلطاجيه لا كاين كذا لا والو ومسؤوليتك تامن واذا كان كاين صح بلطاجيه روح انت جيبهم يا السبع اللي عندك 400 الف بوليس و300 الف جداربي و100 الف المخابرات روح جيبهم روح جيبهم ماشي تكذب عليا ودير لي تسجيل وانا بهنا منك ونخاف هذا مكان لعب ذرال روح جيبهم راهي عندك مليون شهريه تخرج كل شهر على جال مؤسسه امنيه بلا مزيتهم يخدموها وبلا مزيتهم يدافعوا على الوطن وبلا مزيتهم يامنوا التظاهرات والتظاهرات على بكل حادثه حادثه في العاصمه حادثه في ولايات واحده اخرى في العاصمه امن العاصمه امن العاصمه بلا مزيتك خيط دوله امنوها ميزاباشي هذا خاوتنا لا للفتنه مظاهرات سلميه انا تعلمتها من عند الشعب ونعاودها الشعب اللي كان غني سلميه سلميه لو فادو وحتبقى سلميه ان شاء الله رساله للصحفيين غدوه راح يديروا وقفه سلميه خاصه للصحفيين الواح راح يديروا وقفه ضد الزومبيسا وكاين بعض الناس قالوا بلي صحفيين بعد ما عرفوش ما يهضروش ما يوصلوش اصواتنا غدوه راح يخرجوا كامل وراح يقولوا احنا ابناء الشعب ومعاكم ومع الحراك الشعبي الصحفي الجزائري عنده رئيس تحرير وعنده رئيس قسم وعنده رئيس تحرير وعنده مدير ماهوش هو اللي يمتلك حريه القرار حاسب كي تحب تحاسب الصحفي حاسبه على صفحته في الفيسبوك اللي يتحكم فيها ويتملك فيها حاسبه على وش يكتب في حاجه يملكها باقي المؤسسات ربي يجيب الخير راك معايا الناس ماهيش تخدم ولا بريبار يحاوزها ومسحتها وماهيش تخدم لانه اي واحد كان ضد يسحتوه والله يكون في عون خاوتنا انا اللي على بالي بها بلي على حاله الوعي اللي كاينه في الجزائر الشعب هو اللي يعلم فينا ما بقاش حنا نعلموا الشعب وحنا نوعوه الشعب ولا يوعي ولا يعلم صحفيين من حقهم يخرجوا انا واحد من الناس غدوه تاع صحفيين انا واحد من الناس نخرج نغطيها انا نخرج نغطيها ربي يجيب الخير لبلادنا سلميه 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 هذا هو الميساج لا كان لا بلطاجه لا بريكون لا كذا لا والو خافوا ربي ما تجياحوش هذا ما كان لانه الجياح اللي كنتوا تجياحوا فيها راه يجي تبهدل فيكم وتعرف فيكم قدام الجناس ولا غيركم تبهدلوا في رواحتكم لانه واحد من الجزائر ما يامن ما كانش حنا العرايا خاوتنا العرايا خاوتنا ونعرفهم كاع بالاسم اللي في الجي بالاسم نسميلك بالاسم ونروح لهم كاع للديور نروح لهم كاع للديور ولو كنا نسمع انا البنو ادم الضعيف لله بلي كاين واحد من خاوتي يدير الشيء هذا والله ما كان والله ما كان خاطر كاع جلس معاهم وكاع يحكوا اللي كاين اللي فاهم كاين اللي ماشي فاهم ولكن باش هذا بريكول كذا حنا ماشي مصر حنا ما تشريناش ب 100000 ماشي ب 100000 ماشي مصر حنا ربي يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله ربي يحفظ الجمهوريه وفي الوقت الحالي حيبدا تسري تاع حكايات وتسري تاع كذا وكذا ويحبوا يخلطوا ويحبوا يديروا معليش ما بقاش قد اللي فات وهذا الشيء كاع له يصرى راه يدير فيه الشعب والشعب هو اللي حقه يخير هو اللي حقه يدير والله يكثر خيره ورانا نتعلموا منه بالصحفيين بالمحامين بالطب بكذا رانا نتعلموا من عند الشعب ويا خويا ربي يجيب الخير لبلادنا وهذا البريكول ان شاء الله يحبس يا رب ان شاء الله يحبس هذا مكان